انا احب كل المغنيين على عيني وعلى راسي. تترات المسلسلات هم ثلاثة: علي الحجار، محمد الحلو، مدحت صالح. ثلاثة دول بالنسبة لنا، الثلاثة دول ما بيجلوش، الثلاثة دول تاريخ ووجدان وذكريات وأحلى أصوات. وبعدين أصل كمان إيه بقى، أنا دايما مربوطة عندي تترات المسلسلات بصوت العظيم الكبير قوي علي الحجار بأشعار الأبنودي. يعني لما تيجي تسمع مثلا أبو العيلة البشري، يا خبر أبيض يا خبر أبيض، إيه ده؟ ولا عبد الله النديم، يا نهار أبيض إيه اللي بيحصل؟ شو ذئاب الجبل مثلا على سبيل المثال للحصر. شوف أنا لو قعدت أعد لك علي الحجار عدى أو آسف غنى تترات مسلسلات عاملة إزاي وحلوة قد إيه، هتقع من طولك. لأنه لما تقعد تتأمل وتسمع الصوت بهدوء، إحنا هنا مش بصدد تقييم صوت علي الحجار أبدا، لأنه هو كشخص وهو كفنان أكبر وأعظم وأهم بكتير من أنه يعني واحد في دور عياله يقيمه بالمناسبة يعني، ولا اللي أكبر مني بالمناسبة كمان يعني، لأن موهبته طاغية بالمعنى الحرفي بالمعنى الحرفي، وصوت مهول ما شاء الله عليه، ربنا يديمه عليه يعني. لكن هي المسألة في أنه علي الحجار اختياراته للأغاني، اختياراته للشعراء اللي بيغني لهم، اختياراته للمزيكا. فلما غاب علي الحجار 7 سنين عن تترات المسلسلات، لازم جيلي كله يحس ان في حاجه ناقصاه. والله العظيم بتكلم جد، الجيل اللي اتولد في السبعينات ده بطبيعه الحال لازم يحس ان في حاجه ناقصه. فلما يعود علي الحجار مره تانية لغناء تترات المسلسلات بعد 7 سنين ونلاقيه بيغني في مسلسل جزيره غمام، تفرح يعني. احنا معانا استاذ علي الحجار على التليفون معانا، يا بختنا يا حبيبي. ازاي حضرتك؟ ربنا يخليك. يعني مش عارف انا استاهل الكلام الكتير. لا ابدا والنبي ربنا يكرمك، ما تقولش كده ابدا، ده حضرتك طبعاً تستاهل قد اللي اتقال ده 1000 مره. الله يخليك الله يخليك استاذ علي. انت بتغيب علينا ليه؟ كنا مستنيين اللقاء ده من زمان. اه والنبي، يعني احنا اخر مره اتقابلنا كنا على الطياره. ايوه مش كده؟ شفت انا لسه عندي ذاكره كويسه. طبعا مش عندي. استاذ علي بتغيب علينا ليه؟ والله يعني زي ما انت قلت، انا يعني اهم حاجه عندي الاختيار. صح. وطبعا في سبب تاني اهم يعني إيه؟ لانه برضه عشان الناس معانا لازم نقول لهم بصراحه، ما فيش مطرب يقول انا هروح اغني مسلسل كذا، او انا سامع ان فلان بيصور مسلسل فاروح له او اكلمه اقول له انا هغني لك. مفيش حاجه اسمها كده، ما بتحصلش ابدا. طبعا هو بيبقى يا المنتج يا المخرج بيختار المغني اللي هيغني له تتر المسلسل. وطول عمري كده يعني، يا الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ، يا الاستاذ محمد فاضل، يا الاستاذ يحيى العالمي، يا يعني كان بيحصل كده. وعاده كان شغلي مع عمار الشريع وسيد حجاب والابنودي، هو يعني كان بيبقى مطلوب كده الفريق ده على بعض، الثلاثي ده على بعض كده. طبعا. لدرجه انه يعني بيني وبين عمار مثلا مش اقل من 800 اغنيه. وبرضه عشان اشرح للناس ليه 800 او اكثر كمان يمكن، انه المسلسلات اللي عملناها سوا ما بتبقاش مقدمه ونهايه بس. كان في جواها اغاني. جواها اغاني بتعلق، صحيح اغاني صغيره. صح. دقيقه ولا دقيقه ونص، لكن في مؤلف كتبها وملحن وموزع وموسيقيين واستوديوهات ومهندس صوت، يعني فهي اغنيه. فالكم ده من التترات اولا كان مكفيني ومكفيني لغايه يعني لغايه ما اموت، وبعدها تفضل تترات ما دام في قنوات بتتفتح ومسلسلات بتتعاد. في اكثر من 120 مسلسل عملته، منهم مسلسلات مثلت فيها كمان، مش طبعا مش غنيت بس. دلوقتي بقى في قول من 10 سنين فاتوا، بقى في جيل تاني من المخرجين من حقهم ان هم يختاروا جيل تاني من المطربين اللي هو جيلهم هم. يعني هيقول ايه اللي كان محمد فاضل ويحيى العالمي واسماعيل عبد الحافظ ومجدي ابو عميره بيجيبوهم، طب ده جيلهم، فاحنا نجيب جيلنا من المطربين. وده حقهم الحقيقه، وده اللي حصل. لكن كمان في السكه جات لي مسلسلات، تترات مسلسلات ما هياش شبه اللي انا كنت بعمله قبل كده، لا ككتابه ولا كالحان. يعني انا دايما ببقى فخور جدا وفرحان بذئاب الجبل وعبد الله النديم وما تمنعوش الصابئين عن صدقهم
والمال والبنون والرحايا وشيخ العرب أمام، يعني كل الحاجات دي بالنسبة لي فرحان ان انا غنيت الحاجات دي، لدرجة ان في مسلسلات يمكن الناس مش فاكراها بس فاكرة تتراتها طبعا. وزي ما انت قلت مش تتراتي بس، يعني ممكن تبقى الناس ما شافتش كل ليلة الحلمية او زيزينيا لكن فاكرة التتر اللي غناه محمد الحلو. فالكواليتي بالنسبه لي حاجه مهمه جدا جدا، ومانيش مستعجل او مانيش يعني متكالب على فكره ان انا اغني تتر او ما اغنيهوش. غنيت قبل كده لعبد الرحيم كمال، الاستاذ الكبير عبد الرحيم كمال، غنيت له شيخ العرب همام والحقيقه، والمره دي بيكلمني عن جزيره غمام، فطبعا احنا نجحنا مع بعض قبل كده وانا عارف الكواليتي، عارف طريقته في الكتابه اللي هي مختلفه خالص عن بقيه الناس بتوع دلوقتي يعني، فطبعا حاجه تفرح. كمان شادي مؤنس عامل لحن حلو قوي، ابراهيم عبد الفتاح شاعر كبير اشتغلت معاه قبل كده مسلسلات، واشتغلت معاه في اغاني زي لما الشتا يدق البيبان وحاجات كتير اتشهرت لنا مع بعض، وكاتب المره دي حاجه حلوه قوي قوي، فالموضوع على بعضه كان يشجع قوي ان انا اغنيه يعني. وحتى ولسه في اغاني جوه المسلسل كمان مش بس التتر، يعني في مسلسل في اغاني جوه المسلسل. ده كده والله زمان زي ما بيتقال، ولسه الباقي ان شاء الله. ده والله زمان، يا نهار ابيض. ده يبقى اختنا في النهايه، هو احنا اللي كسبانين بعوده الاستاذ علي الحجار لغناء تترات مسلسلات، لانها هتبقى اضافه حقيقيه زي ما حضرتك قلت. ساعات كتير في اجيال بتبقى ما شافتش المسلسل، واجيال اخرى ممكن تبقى ناسيه احداث مسلسل، لكن الاغنيه تفضل حاضره. معاك حق، معاك حق. وعشان على فكره يعني القنوات الجديده اللي بتفتح كل شويه بتعيد المسلسلات، مثلا الشهرين اللي فاتوا دول انا لفيت الصعيد كله. عملت حفلات من اول الفيوم، سويف، منيا، واسيوط، والاقصر، وبعدين رجعت تاني عملت في سوهاج في معبد ابيدوس مع الاوبرا، ومن 10 ايام مع جامعه اسيوط. فتتفرج على الشباب الصغير اللي بيطلب الرحايا وبيطلب ذئاب الجبل، وهم يعني اتولدوا بعد الحاجات دي ما اتعملت كتير، 18 و20 سنه دول يعني صح. لسه يعني ما حضروش ذئاب الجبل ساعه ما اتعمل طبعا، لكن عشان المسلسلات بتتعاد فحاضنها وبيطلبوها بالحاح وبسعاده. اذا لا يبقى لي غير ان انا اقول ان انا فرحان وسعيد، دي نقطه. والنقطه الثانيه، ان اراد الاستاذ علي الحجار ان تكتمل سعاده الفقير الى ربه يوسف الحسيني، احنا نعمل مع بعض حلقه وتبقى كمان بمناسبة العيد، يعني نعيد فيها سوا إذا سمحت لنا، واجيب لك الفرقة ونغني لك لايف. يا ريت، وأنا هيبقى طلبي الخاص دايما عبد الله النديم. عيني أنا عارف طبعا، ونحط معاهم كمان جزيرة كمان بإذن الله. يلا بينا، أعتبر ده وعد يا أستاذ علي. معلش اتقطع. أعتبر ده وعد خلاص كده؟ طبعا يا ربي يخليك. كنا هنعمل كده يمكن من شهور صح، بس باذن الله ما الحكم. والفرصه تعثرت لكن يعني ان شاء الله هانت. اشكرك يا فندم جدا 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 جدا، وكل اللي اقدر اقوله مبروك علينا عودتك الى تترات المسلسلات مره تانية، علشان تعيد تشكيل وجدان لاجيال جديده زي ما شكلت وجدان الجيل بتاعنا كله. الف 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 شكر ليك. لا شكرا ليك يا استاذ علي، الف شكر، كل الشكر لنجمنا الكبير العظيم الرائع استاذ علي الحجار.